اليوم يا أول في حصة العلوم في مادة العلوم مادة الفصل الثاني راح نأخذ وحدة اسمها القوة والحركة. القوة والحركة أول درس في وحدتنا على القوة والحركة. القوة والحركة راح نأخذ فيها درس اسمه الموقع والحركة. درسنا اسمه موقع حركة. الموقع والحركة درسنا عن الموقع وين؟ بالرياضيات لما أخذنا الفصل الأول موقع واتجاه صح؟ درسناها ولا ما درسناها؟ وقفي معي كلكم قيام ولا ما حد بين؟ وقفي أشوف تعالي لهم مبينة عادي؟ يلا كلنا قيام لفي معي انت خليكم زي ما انت لا خليكم زي ما انت لف 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 يمين يمين يسار يسار وين اليمين؟ هاي يسار يمين يسار أعلى أعلى إيدك فوق 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 تحت فوق تحت صح؟ هاي درسناها يلا جلوس جلوس أيوة هاي درسناها في الموقع والاتجاه صح؟ أخذنا وين الاتجاهات وين ممكن أنا أحدد الموقع لو حطينا هذا الدب هون إيش موقعه؟ كيف بقدر أوصفه؟ تحت الطاولة موقعه تحت الطاولة لما أحطه هون فوق الطاولة وحطيته هون ممكن نحكي جنب الطاولة أو على اليمين أو على اليسار حسب أنت جنب الطاولة بجانب الطاولة صح؟ هاي الموقع هاي الموقع الموقع هو إني أحدد مكان شيء أحدد مكان شيء بالنسبة لغيره بالنسبة لمين؟ لغيره برضو درسناها بالعد الترتيبي درسناها بالعد الترتيبي لما حددنا مكان الفراشات أو عد الترتيبي للفراشات حكينا مين أقرب للوردة صح؟ لما كنا نرسم فراشة بالرياضيات الفصل الأول معلش مش فراشة هي يعني بس يعني فكروا فراشة وعندي هنا وردة حلو وكنا نحكي عشان أحدد الترتيب إلهم بدي أشوف الأقرب لمين؟ للوردة هنا برضو حددنا موقع حددنا موقع حكينا كمان في درس الموقع والاتجاه ما فيني أزور فيصل إذا ما كنت أعرف بيته ما فيني أزور سيرينا إذا ما كنت أعرف موقع بيتها إذا الموقع إني أحدد مكان شيء بالنسبة لغيره بالنسبة لغيره حتى أعرف شو مكانه بالضبط يعني زي هون الدبدوب فوق الطاولة الدبدوب تحديد موقعه بمدرسة الذكاء الدولية في مدرسة الذكاء الدولية في صف أول باء في صف أول باء فوق الطاولة الدبدوب في مدرسة الذكاء الدولية في صف مين؟ صف مين احنا صف ايش؟ أول باء تحديدا فوق الطاولة هذا الموقع هذا الموقع تحديد موقع فيصل فيصل موقعه في صف أول مين؟ باء صفك شو؟ باء نحكي فيصل موقعه في صف أول جيم؟ لا صفه في ثاني باء؟ ثاني باء؟ لا لا أول باء إذا موقع فيصل في مدرسة الذكاء الدولية بنحدد موقعه هو في الطابق الثاني في صف أول باء هذا تحديد الموقع إذا الموقع إني أحدد مكان شيء بالنسبة لغيره بالنسبة لمين؟ لغيره هذا هو الموقع حنحكي كمان عن شيء اسمه الحركة والسكون حركة سكون من الأشياء اللي عندي على الطاولة هون الأشياء اللي أمامي على الطاولة الدبدوب متحرك أم ثابت؟ ثابت ثابت لعبتي المكعب متحرك أم ثابت؟ ثابت السيارة متحركة أم ثابتة؟ ليش متحركة؟ هيا شو متحركة؟ غير مكانها؟ لا حطيناها على الطاولة، تغير مكانها من أول الحصة لهسا؟ لا راحت صف ثاني؟ لا مؤدبة صارت مكانها ثابتة. طيب اللعبة هاي ظلت ثابتة ولا تحركت؟ راحت ما تتحركت، غير مكانها، راحت عندك أجت عندك هي؟ ما أجت، إذا هي ثابتة، اجلسي مكانك، اجلسي مكانك. بابا الكرة ثابتة أم متحركة؟ حركة متحركة؟ غيرت مكانها على الطاولة، غير مكانها غير مكانها ليش متحركة؟ إذا ثابتة مطرة الماء ثابتة أم متحركة؟ ثابتة ثابتة هلا أنا هاي الأعواد الخشبية من أول الحصة لهسا لما أجي على المدرسة تغير مكانهم؟ لا تغير ولا ما تغير؟ غير
كيف تغير؟ وين راحوا؟ راحوا على صف اول الف؟ ما راحوا، ضلوا على طاولة اول باب، صح؟ ثابتة أم متحركة؟ ليش متحركة؟ متحركة يعني تغير مكانها، هي تغير مكانها؟ ما تغير مكانها. إذا ثابتة. الأعواد الخشبية على طاولتنا من الصبح، صح؟ تغير مكانها؟ لا. إذا هي ثابتة. لا. دبدوبي حطيناه على الطاولة حتى نحضر حصة العلوم، وبقي على الطاولة، هل تغير مكانه؟ لا. هل راح صف ثاني؟ لا. تركنا وراه؟ ما تركنا وراه؟ لا. سيارة، لعبة السيارة. لا. تركتنا وراحت؟ لا. ما تركتنا وراحت؟ هاي الكائنات اللي أمامي، الأشياء اللي أمامي، أشياء حية أم غير حية؟ غير حية. نعم. والله يا مس، أنا رحت سألت عن الكاسات ما في. بالمدرسة والله ما في كاسات. أنا أعتذر مني بس ما في كاسات. طب مس، أنا مو دائما، أنا يعني مو كل يوم أشرب من مطرتي. لا خلي خلص، لا ما بظبط أشرب ثاني من مطرتك يا مس. أقعدي مكانك. يا بتجيني معك بكره كاس، انت تجيني معك كاس من البيت بلاستيك، خليها بالشنطه ماشي. انتوا كمان جيبوا معكم كاسات، مش بكره، يوم الثلاثاء خلي معكم كاس بلاستيك زي فيصل ماشي، تشربي فيها او جيبي معك بطله مي، اتفقنا؟ بكل اسهل. يلا نكمل الدرس. هلا هاي الاشياء حيه ام غير حيه؟ كائنات حيه. ليش حيه؟ استني فيصل بحكي لنا حيه. احنا حكينا الكائنات الحيه، مين يحكي لي اياها؟ انا. الكائنات الحية، يرفع إصبعه يحكي لي إياها، يرفع إصبعه دم الإنسان. استني استني، أنا عمال أكتب لمس. أول كائن حي من هو؟ يرفع إصبعه. أيوة يا راما. حيوان. الحيوان. الحيوانات كائنات حية. حكت لنا سارة شو؟ إحنا نتحرك. الإنسان. اثنين الإنسان. ثلاثة. ثلاثة، مين يحكي ثلاثة؟ ايش بناكله؟ ايش بناكله؟ بنزرعه بيكبر اوراق خضراء. هي جنبك هون ايش بنسميها؟ هاي ايش اسمها؟ اشجار النباتات. لا. اذا ثلاث النباتات. الكائنات الحيه، اقعد منيح يا فيصل. الكائنات الحيه انسان حيوان نباتات. انت حكيت لي هاي كائنات حيه، وين الإنسان؟ فيها إنسان؟ وين الإنسان؟ مش إنسان، هاي لعبة لعبة لعبة، هاي لعبة لعبة. بتنفس؟ هذا بتنفس؟ لا. بيكبر؟ بيكبر. بينمو؟ اي. بيمشي؟ لا. ما بيمشي؟ ما بيمشي، ما بيمشي، هيك بيتحرك، ما بيتحركش أصلا. ما بيتحرك، مكانك. هذه أشياء غير حية، هذه أشياء غير حية. الأشياء الغير حية دائما ثابتة. درجة، عمرك شفتي هذا الدرجة من يجي على الصف يكون يتحرك على صف ثاني لحاله؟ لا. لا، لأنه كائن غير حي أو شيء غير حي، لا يتنفس، لا يتحرك، لا ينمو، لا يكبر. درج فيصل، شنطة فيصل إذا هو ما حركها بتتحرك؟ لا ما بتتحرك. شنطة سيرينا ظلت قاعدة جنبك ولا راحت لحالها على الحمام؟ بتروح على الحمام لحالها شنطتك؟ ما بتروح. شنطة غنى، شنطتك تتركك بالباص وراحت على مكان ثاني؟ ما بتتركك، صح؟ شنطتك راحت عند العمود لحالها؟ بتزور صاحباتك شنطتك لحالها؟ إذا الأشياء الغير حية ثابتة، الأشياء الغير حية ثابتة. صفنا صف أول باب، هذا الصف اللي إحنا فيه. عمرنا أجينا لقيناه راح على مدرسة ثانية؟ لا. ما بروح مدرسة ثانية. حامل كل شيء حامل. إذا إذا الأشياء الغير حية ثابتة أم متحركة؟ ثابتة. ثابتة. الأشياء الغير حية ثابتة أم متحركة؟ ثابتة. ثابتة. طيب الكائنات الحية، إحنا الإنسان نتحرك أم لا نتحرك؟ نتحرك. في حدا بيجي بتفشني؟ في حدا بيجي بتفشني حتى أتحرك؟ في حدا بيجي بتفشني؟ بحكي لي تعي امشي غصب عنك، تعال. إنت ما بتتحرك، داخلي بتتحرك اليوم. في حدا هيك بيعمل معي؟ لا. لا. إذا أنا متحركة. الحيوانات، البسة، الفأر، الخروف، متحركة أم غير متحركة؟ متحركة أم غير متحركة؟ الحيوانات تتحرك ولا لا تتحرك؟ متحركة. بنشوف الراعي، راعي الغنم، بيكون الغنم لاحقينه لحالها، بروح بمسك خروف خروف بوديه على الحظيرة، ما بمسكهم، هم لحالهم بيروحوا، هم لحالهم بيروحوا على الحظيرة بطابور أو مجموعة. النباتات،
لا تتحرك من مكانها، لكن تنمو، تنمو من أسفل إلى أعلى، تنمو. خليني أكمل معلومتي، خليني أنا أكمل معلومتي. سلمى أعدني، طلع علي. النباتات لا تمشي، النباتات لا تمشي، ما إلها إجرين، إلها إجرين؟ النباتات إلها إجرين؟ ما إلها، لكن بالماء لما نسقيها ماء ونعطيها ضوء تكبر، فبتطلع من أسفل إلى أعلى. في حد بيسحبها؟ لا. أنت بتسحبها عشان تطلع؟ ما بتسحبها. إذا هي تنمو لوحدها، تتحرك من أسفل إلى أعلى، تنمو. مثلاً زي تنمو. إيه؟ مثلاً زي القرش. سمكة القرش متحركة لأنها من الحيوانات. لا. إذا الكائنات الحية متحركة، الكائنات الحية متحركة، الكائنات الحية مالها؟ الكائنات الحية متحركة. إذا الكائنات الحية الإنسان والحيوان والنباتات كائنات متحركة أو أشياء متحركة، ما حد بيجبرها تتحرك، هي لوحدها تتحرك. لما رغد بدها تروح الحمام بتروح الحمام، ما حد بوديها الحمام، أنا ما بحميها بوديها على الحمام بحكي يلا تعي روحي. راما لما بتروح عند صاحبتها عند العمها بتروح لحالها. غينا لما بتروح على المدرسة بتركب بالباص لحالها، صح؟ لما سيرينا بتروح عند دار عمها ولا دار خالها بتروح لحالها. لا مو لحالي. لا بتمشي لحالك، في حد بيحملك؟ ماما بتحملك عشان توديكي عندهم؟ يعني حقلي امي حقلي. إذا الكائنات الحية متحركة. حكينا إنه الأشياء الغير حية، الأشياء الغير حية إذا خليناها بضلها إيش؟ ثابتة، تتحرك؟ ما بتتحرك. لا. متى الأشياء الثابتة تتحرك؟ متى؟ لما أنا أحركها، بأثر عليها بالقوة، بحركها. لحالها بتتحرك؟ لا. لحالها بتتحرك؟ لا. لا. متى تتحرك؟ لما أنا أمسكها أحكي لها يلا نمشي، هيك أحركها، أدفعها للأمام، أدفعها للجانب، أطلعها لفوق، أنزلها لتحت، أنا بحركها. هي بتتحرك؟ لا. خليتها هون، هاي اعترفتها. ثابتة ولا متحركة؟ ثابتة. ثابتة. حركتها أنا بفعل إيش؟ قوة. بفعل إيش؟ قوة. هي سكون، هي في حالة سكون. السكون زي مين السكون؟ السكون زي مين؟ لا قمرية. حركة السكون، حركة السكون قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. ضعيفة، أضعف حركاتنا حركة السكون. حركة السكون ضعيفة، صح؟ عشان هيك بنزلها بالتقطيع مع الحركة القوية. بالسكون ضعيفة، دون قوة ما تتحرك. هم في حالة سكون، في حالة إيش؟ سكون. ثابتة أم متحركة؟ كانت غير حية. ثابتة. ثابتة في حالة سكون أم تحرك؟ سكون. في حالة سكون. سكون. الأشياء غير حية في حالة سكون. سكون لأنها في الحركة. حركة نعم. إذا كان كمان إلها إشي بحاجة. أيوة يا عيني عليها. السكون هسه بدنا نحكيها. السكون حركة السكون ضعيفة، عشان هيك بنوديها مع حركة قوية. والحركة حالة السكون أو الثبات بدها قوة، بدها قوة حتى إيش؟ تتحرك. كرة القدم في الملاعب مع الأفرقة، بكرة القدم إذا ما حدا شاطها برجله بتروح لحالها على الجول؟ لا. لازم يكون لحالها بتروح على الجول؟ لا، بكرسيها بيجي لاعب بشوطها، صح؟ آه. لحالها بتروح على الجول؟ لا. ما بتروح. بتسجل هدف لحالها؟ لا. بتفوز لحالها؟ لا. ليش في عندنا لاعبين؟ حتى يشوطوها، حتى يعطوها قوة، يدفعها للأمام، تروح على الهدف، يسجل هدف، صح؟ إذا الأشياء الغير حية في حالة سكون كالحركة الضعيفة بدها إيش؟ بدها إيش؟ قوة. بدها قوة حتى إيش؟ تتحرك. يعني عندي هاي الكرة أحدث قوة، لما أعطيها قوة بسيطة أدفعها برفق، شوف كيف، لا تمسكيها، لا تمسكيها. عندي الكرة أعطيتها قوة، تحركت ولا ما تحركت؟ تحركت. لازم أعطيها قوة لحالها، هيها تحركت ولا ما تحركت؟ لا إحنا حطيناها هسه هاي، شوف تحركت ولا ما تحركت؟ تحركت. ما تحركت في حالة سكون، في حالة سكون، ثبات. عندي الأشياء المتحركة من هي؟ الكائنات الحية من هي؟ الإنسان. الإنسان وأيضا النباتات وأيضا والحيوان والكائنات الحية هي متحركة، متحركة.
أنا أسألكم سؤال ذكي. روح على الحمام بسرعة. أسألكم حزيرة ماشي؟ واللي بيجاوبني عليها أعطيني نجمة، أحط له نجمة على لوحة التعديل تاعي. بدي أسألكم حزيرة ماشي؟ عن درسنا الموقع والحركة. السيارة اللي بنركبها مع بابا، السيارة اللي بنركبها مع بابا، هي متحركة أم ثابتة؟ متحركة. متحركة ولا ثابتة؟ متحركة. ليش متحركة؟ ليش؟ لأنه بابا بتكون في عجلة عشان يسوقه بسجد حاط الحالة، مش إحنا بنعطي أقول. ليش ثابتة؟ أنت بتري ثابتة، ليش ثابتة؟ لأن أيوة، لأنها ما بتمشي لحالها. ما بتمشي لحالها، أنت رائعة. أنا أشكرك. سارة حكت لي إنها متحركة لأنها وين راما هلا؟ وأنا حكت لها. راما حكت لي، راما حكت لي على سارة. سارة حكت لي إنه هي بتتحرك لأن بابا مين؟ بابا بيسوقها. راما حكت لي ما بتتحرك لحالها. إحنا لما ننام ونصحى، لما ننام بالليل ونصحى، بسيارتها بتكون راحت عندها بالبيت؟ لا غلط غلط ممنوع. بتكون تستنانا ولا بتكون راحت للناس تانيين؟ لا كنت استناني على باب البيت صح؟ بس عشان هي مفتاح سيارة. مفتاح السيارة يا عيني عليها، مفتاح السيارة هو القوة، هو القوة والبنزين، قوة والبنزين بخليها تتحرك، بخليها تتحرك زي ما احنا. الطعام بيعطيني قوة، الطعام اللي انا باكله والشراب الماء العصير بيعطيني قوة. السيارة لازم يكون لها مفتاح ولازم يكون لها بنزين، لازم يكون فيها بنزين. إذا أنا طفيتها وشلت المفتاح منها ورحت نمت، بس حتى اليوم ما بلاقيها تكون راحت على بيت ثاني؟ لا استناني. إذا السيارة كائن غير حي، أشياء غير حية. السيارة تكبر؟ تكبر السيارة؟ تنمو؟ لا. تتنفس؟ لا. تعيش؟ لا. تأكل؟ لا. تشرب؟ لا. إذا ليش حكتي متحركة؟ إذا هي ثابتة في حالة سكون، إلا إذا الإنسان ركبها وحركها. إلا إذا إيش؟ الإنسان ركبها وحركها بالمفتاح وبابا ساقها لحالها. بابا بيسكتها بالسيارة، بترك السيارة وبخليها يلا امشي لحالك وديني أنت على البيت؟ لا، لازم يحركها صح؟ إذا يا سارة السيارة كائن حي ولا غير حي؟ غير حي. ثابت أم متحرك؟ مو متحرك. مو متحرك، رائعة. في حالة سكون إلا بفعل قوة. اقعدي منيح، اقعدي منيح. إلا في حالة أعطيتها قوة، لأن السكون حكينا السكون بالحركات كانت ضعيفة، وحالة السكون ضعيفة تحتاج إيش؟ قوة. قوة حتى تتحرك. الكرة ثابتة، مطرة الماء ثابتة، إذا أنا ما حركتها للأمام ما بتتحرك، ما حركتها للخلف ما بتتحرك، هي ثابتة. السيارة، هاي السيارة إذا أنا ما حركتها للأمام ما بتتحرك، هيها رجعناها مكانها ثابتة. أحركها للخلف بحركها للأمام. سيرينا اقعدي معي يا بس، ركزي معي. السيارة أشياء غير حية، تتنفس؟ لا. تكبر؟ لا. تأكل؟ لا. تشرب؟ لا. إذا أشياء غير حية، والأشياء الغير حية ثابتة في حالة سكون، أحركها بفعل قوة، لازم أعطيها قوة. اقعد مكانك، أعطيها قوة للأمام، أعطيها قوة للخلف، لليمين، لليسار، صح؟ وين بتتحرك؟ هيها ثابتة. أنا بحركها للأمام، أنا بحركها للخلف، أنا بحركها لليمين ولليسار. اللعبة ثابتة هيها. ولا في مكان تتحرك؟ تتحرك؟ لا. تتحرك؟ لا. سكون أم حركة؟ سكون. قوية أم ضعيفة؟ ضعيفة. تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة حتى تتحرك إلى الأمام إلى الخلف. هذا درسنا لليوم، تحكي عن الموقع والحركة. موقعي إني أحدد الأشياء، أحدد مكان شيء بالنسبة لغيره، أكون عارف وين مكانه بالضبط. الحركة هي تغير مكان الشيء. هاي كانت هنا، كانت في هذا الجانب، لما حركتها للأمام تغير مكانها. تغير ما تغير؟ تغير. لحالها تحركت؟ لا ما تحركت. إذا الحركة تغير مكان الشيء من مكان إلى آخر. الثبات
أو السكون هو ثبات مكان الشيء، زي غناء. من أول ما غناء أعرفي تروح غيرت مكانه، رحت عدوش تاني ثابتة في مكانها. مسرة ما تغير مكانه، سنينة تغير مكانه، فاسة تغير مكانه. ثبات مكانك وسكونك فيه، أنت ظلك قاعد في هذا المكان لمدة من الوقت، لمدة من الوقت. ماشي؟ اتفقنا؟ علبتي هي أنا شدت مسرة، من أول ما أجي نغير مكانها؟ لا. إذا ظلت ثابتة لمدة من الوقت، صح؟ هذا هو الثبات والحركة والموقع. اتفقنا؟ اتفقنا. إن شاء الله حنحل أسئلة الطالب في الحصة الجاية، ما هي شوية بعدكم. ماشي؟ حتحلوها أنتم مع الفيديو تاع بكرة إن شاء الله. شكراً إنكم سمعتوا.